محمد فؤاد طلع مظلوم والدكتور قال له مش فاضيلك دلوقتي، بخلص ورق أهم منك ومن المريض اللي معاك. ينفع الدكتور المحترم يضرب واحد في سن أبوه برجله في منطقة حساسة زي كده؟ مفاجأة بيكشفها طبيب بالمستشفى محدش خد باله منها في قضية محمد فؤاد وطبيب مستشفى عين شمس. الطبيب يتكلم وبيقول معلش يعني هو لو الدكتور مصطفى أيمن بص في وش محمد فؤاد 3 ثواني بس وقال له أهلا أستاذ محمد منور الدنيا، اسمح لي دقايق وهكون معاك، هيبقى في أي مبرر لمحمد فؤاد يتعصب عليه ويشتمه؟ كان هيحصل أي مشكلة من الأساس؟ ده لو أي حد مننا مكان محمد فؤاد هتصعب عليه نفسه، فلما يكون حد معروف من 40 سنة ومتوقع شوية اهتمام أو تقدير زيادة، فيلاقي واحد يكلمه بطرف عينه مش عاوز يبصله حتى، فلما اتعصب يقوم الباشا يضرب واحد في سن أبوه برجله. وبعدين مين اللي بيكون مهتم يوثق الموقف ويصور الجاني ولا المجني عليه؟ يعني لو واحد راح يتهجم على واحد، مين فيهم اللي هيطلع موبايله ويصور؟ دايما الغلطان بيخاف من التصوير، لكن فؤاد هو اللي طلب تفرير الكاميرات والفيديوهات أثبتت صحة روايته، وفؤاد هو اللي صور بموبايله والدكتور اتعامل بعنف ورماله الموبايل. في حد معلق لو أخو محمد فؤاد كان في الاسم هل فؤاد كان يقدر يزعق في الضابط؟ لو الضابط بيتعامل مع فؤاد بنفس طريقة الدكتور، أيوة كان هيبقى نفس رد الفعل وممكن أعلى من كده كمان. لكن بنفس المنطق، هل لو بيكلم الدكتور لواء أو رتبة في الجيش أو الداخلية كان هيقف يرد عليه بالمنظر ده؟ الدكتور ده جاله المحافظ ولا مسؤول من الصحة ولا رئيس الجامعة ومعاه حالة بتموت، هيسيب الحالة ويجري يقف انتباه؟ اللي يقف بالطريقة دي ويتكلم بيها مع أي حد هو محتاج ياخد على قفاه علشان يفوق ويتكلم باحترام. هو طالع عينه شقيان علشان ده شغله، مش عشان بيتفضل بحاجة على غيره. الدكتور ده لما يجي يعمل فرح ويطلب فنان مشهور يجيله يحيي الفرح ويتفشخر بيه بين زمايله ومعارفه بالمغني المشهور، مش بيتكلم معاه غير بكل أدب وذوق ولطف. بالمناسبة كلامي ده ملوش أي علاقة بمحمد فؤاد ولا بحبه على المستوى الشخصي أساسا، لكن التعليقات اللي بشوفها مستفزة، ومادام ده فنان أو شخص مشهور بتكرهه يبقى الكلام في حقه مستباح وما ينفعش كله حق. ده كان كلام طبيب اتكلم على قصة محمد فؤاد من جديد بزاوية مختلفة، وما زالت قصة محمد فؤاد ترند على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بعد أوقات كتير من الإجراءات القانونية، كان آخرها طبعا عرض الفنان محمد فؤاد على النيابة في محكمة زينهم، وبعد التحقيق اللي استمر أكتر من 6 ساعات تم إخلاء سبيله من النيابة. إخلاء سبيل محمد فؤاد كان بكفالة 10,000 جنيه والحين انتهاء القضية بشكل كامل. كمان تم استدعاء الطبيب للرد على ادعاءات فؤاد في القضية. فيا ترى ايه اللي هيحصل في القضية؟ هو ده اللي هتعرفه الساعات اللي جايه.